بسم الله الرحمن الرحيم. ده خاص بالديجري اوف فريدم او الموبيليتي. احنا عندنا ميكانيزم، والميكانيزم ده نيجي نحاول ان احنا نعمل له ران. للاسف هنا في ايرور مسج تقول لك element cannot be simulated، ونفس الشيء بالنسبه للاليمنت التاني. عشان نعرف ايه السبب لازم ندرس اللينك الميكانيزم ده ونعرف المكون. علشان نعرف السبب لازم ندرس اللينك ده ونشوف الموبيليتي بتاعته والديجري اوف فريدم بتاعته، ومنها نقدر نعرف ايه السبب ان هو بيدي الايرور مسج دي. لو نبص على الميكانيزم ده وكده نشوف الموبيليتي او الديجري اوف فريدم بيزد على جروبلر ايكويشنز، هنلاقي دي المعادله بتاعه الديجري اوف فريدم اللي بتحدد منها بناء بيزد على النمبر اوف لينكس والنمبر اوف لور بيرز جوينت والنمبر اوف هاير بيرز جوينت، ومنها بنقدر نحسب الموبيليتي او الديجري اوف فريدم. هنلاقي ان اللينك الميكانيزم ده بيتكون من اللينك الاول اللي هو السبورت لينك او الفريم او الفيكسد، والكرانك ده يبقى كده اتنين، والكابلر ده يبقى تلاتة، وهنا الجزء ده اللي هو الكونكشن ده او الجوينت دي بتبقى اربعة، والكامة يبقى خمسة، يبقى عدد اللينك هنا عندنا هيبقى خمسة. لو جينا النمبر نشوف النمبر اوف لور بيرز هنلاقيهم برضو خمسة، ده واحد اتنين، هنا تلاتة اربعة، وهنا خمسة. طبعا هنا في اتنين جوينت، وبالتالي لما نيجي نطبق الرول ده هنلاقي عدد الديجري اوف فريدم اتنين، في حين ان احنا بنحاول ندور الميكانيزم ده عن طريق موتور واحد هنا اللي هو 15 ار بي ام بتاعته. يبقى دي الروتيتنج اليمنت موجود في المنطقة دي هنا كده، اللي هو بيدور الكامة، بيلف في الكامة بسرعة معينة وبانجلر فيلوسيتي معينة. هنلاقي ان دي ديجري اوف فريدم واحدة، فبالتالي يبقى احنا محتاجين نضيف ديجري اوف فريدم تانية، يعني ده اللي هيحل الموضوع ويخلي السيستم ده يشتغل. وهنشوف دلوقتي ازاي لما نضيف الديجري اوف فريدم، او بمعنى اخر هنضيف موتور اضافي او درايفر اضافي او اكشويتر اضافي عند اي نقطة في الميكانيزم، وهنضيفها عند النقطة ايه. هنلاقي ان المشكلة دي تتحل، وهنشوف ان اللينك هيشتغل ازاي لما نعمل التعديل ده. رجعنا تاني للميكانيزم وهنلغي الايرور مسج دي، وزي ما قلنا ان احنا هنيجي هنا نضيف هنا نخلي ده روتيتنج انبوت اكشويتر ايا كان الار بي ام اللي انت هتستخدمها، 5 10 15 وات ايفر، هتفرق طبعا السرعة في البرفورمانس بتاعته. بس هنشوف الاكشن ده هيحل المشكله دي ولا لا. فعلا لما عدلنا الديجري اوف فريدم ومتطلبات الميكانيزم ان هو كان محتاج 2 ديجري اوف فريدم، يعني محتاج هنا درايفنج موتور او اكشويتر، وهنا محتاج برضو اكشويتر تاني، وبناء عليه السيستم هيشتغل. طبعا نقدر نغير السرعات، مش لازم تكون نفس السرعه اللي هناك. هنا السرعه بيقول لي 15 ار بي ام، ممكن ابطأ شويه واخليها مثلا 5 ار بي ام، وبرضه هنلاقي ان السيستم يشتغل عادي. بس السرعة طبعا ايه، سرعة الكرنك ده بتقل، وبالتالي الحركة هنا تتغير على الميكانيزم ده. وشكرا.